كثير من الناس تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسووا طرق براون. الطريقة الختمية دي نسبة لمنو؟ للختم. الطريقة القادرية نسبة لمنو؟ عبد القادر الجيلاني. الطريقة الشاذلية نسبة لمنو؟ أحمد الشاذلي. الطريقة التجانية نسبة لمنو؟ أحمد التجاني. الطريقة التسعينية، الطريقة الكزنزانية، الطريقة البرهانية، الطريقة يا جماعة معقولة؟ ليه تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه مشوا للطرق دي والجماعات؟ الله ما قال في القرآن، الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا في ناس ما بيسمعوا الكلام، يعني الله بقول لهم كلام ما بيسمعوه ولا دار يطيعوه، تعركوا براس بس يقول لك نحن كذي بس. تقول يا اخي الله قال وان هذا صراطي مستقيما، طريق الله عديل وبدايته هنا نهايته في الجنه هناك. الطريق ده بدايته هنا في الدنيا ونهايته هناك في الجنه. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل الطرق المعوجة المنحرفة. وفسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. شكي بن كثير أورد الحديث في التفسير، في تفسير سورة الأعراف، في تفسير سورة الأنعام عفوا، الآية 153 في تفسير سورة الأنعام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال هذا صراط الله أي مستقيما، وخط من جانبي الخط خطوطا أي عن اليمين والشمال، وقال هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. موضوع خطير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لو دارين تتقوا الضلال في الدنيا وتتقوا عذاب الله في الآخرة اتبعوا الطريق المستقيم، وابعدوا من الطرق، ابعدوا من الجماعات، ابعدوا من الأحزاب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.